بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هناك مدرسة مدرسة فيها مصلى معد لصلاة الظهر فقط، في وقت صلاة الظهر يجبرن البنات على الدخول وبعضهم تكون حائض، فهل هذا المصلى له حكم المسجد إنما يجوز أن تجلس فيه؟ لأنهم يقولون إذا جلست في الفصول ممكن أن يحدثن بعض الأشياء الأخلاقية، فهل يعني ممكن يجبرن على الدخول المسجد؟ المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد، بل هو مصلى، وليس ما تقام فيه الصلاة في مكان ما يعتبر مسجدا. المسجد ما أعد للصلاة على سبيل العموم وهيئ وبين، وأما مجرد أن نتخذ مكانا نصلي فيه فهذا لا يجعله مسجدا. وعلى هذا فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل فيه وتبقى.